أستاذ محمد، يعني كثر الحديث في الآونة الأخيرة من قادة الجبهة الثورية تحديدا عن عدم جدية الحكومة في تنفيذ اتفاق جوبا، إلى ماذا تشير هذه التصريحات المتتالية برأيك؟ طيب، بدراسة عامة للتصريحات اللي بتتحدث عن تعسر تنفيذ اتفاق جوبا بنجدها بتتنوع بين الحديث عن ضعف التمويل أو ضعف الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاق أو لضعف الإرادة، وممكن الموضوع يكون للاثنين، يعني في حاجات اللي هي في عدم موارد لها وفي جزء منها متعلق بالإرادة لتنفيذ هذه الترتيبات. طيب، التقديرات بتشير لأنه تكلفة تنفيذ الترتيبات المتعلقة باتفاق جوبا للسلام هي 5 مليار دولار. الحكومة في الموازنة بتاعت الموازنة الأخيرة 2021 خصصت 1 مليار في المقابل، هي محتاجة ل4 مليار دولار لتنفيذ هذا الاتفاق، وده تسبب في تعسر جملة من الترتيبات المتصلة بتنفيذ الاتفاق، خاصة في مسألة الترتيبات الأمنية، فيها جزء متعلق بإرادة وفيها جزء متعلق بمسألة التمويل اللي هو لتوفيق أوضاع المقاتلين والمسائل الفنية المتعلقة بمسألة اللي هو إعادة الدمج DDR وغيرها من الترتيبات الأخرى. نعم، إذن هناك مشاكل في الإرادة ومشاكل في الجانب المادي، لكن في المقابل يعني هم يتحدثون أو كثر الحديث عن التصريحات المتتالية فيما يخص يعني حديث الجبهة، قالت الجبهة الثورية عن جدية الحكومة. في المقابل نرى يعني عدم سير تنفيذ الاتفاق بصورة جيدة، بجانب المشاكل كما قلت الإرادة والجانب المادي، يعني لماذا تتباطأ الحكومة في تنفيذ هذه الاستحقاقات لجعل السلام واقعا معاشا؟ طيب، هي لما نتحدث عن الاستحقاقات، ما هي الاستحقاقات التي ترتب عليها اتفاق جوبا الموقع في 3 اكتوبر الماضي؟ سواء على مستوى وجود الجبهة الثورية، يعني نحن نتكلم عن الجبهة الثورية، هي جزء من الحكومة الحالية، هي حصلت على 7 مقاعد في الوزارات الحالية، موضوع بتاع نسب 6.5، لكن تم جبر الكسر ده، بأكد أنه جزء من اللي هي الإرادة الحكومية والإرادة ضغوة الحرية والتغيير في تنفيذ المسألة بتاعت الاتفاق، وموجود على مستوى المجلس السيادي. تبقى المسألة بتاعت البرلمان، ودي أصلا هو متعسر ويفترض أن يتم تشكيله خلال شهر من الآن، يعني يفترض على الجبهة الثورية أن تعد الآن قوائم المرشحين للشغل المقاعد البرلمانية منذ الآن. المشكلة بشكل أساسي واللي بيحصل فيها جدل اللي هي الترتيبات الأمنية، يعني عادة ما في ناس بتحدث عن المشروعات التنموية وغيره حاليا، لكن الترتيبات الأمنية المتعلقة بدمج الجيوش، ودي مسألة معقدة وأكبر من موضوع اتفاق السلام، لأنه المسألة دي هي يعني خلاصتها يفترض يكون في جيش نظامي واحد بعقيدة تحترم الدستور وتحترم المسألة بتاعت حقوق الإنسان وتحمد الحدود، إضافة لكده المفروض الجيش ده يكون وفقا للإمكانيات الاقتصادية للبلد، لأنه الوضع الاقتصادي متأزم، نحن نتحدث عنه في محور سابق. فالمسألة بتاعة دمج الحركات المسلحة في هذه القوة أعتقد أنها مسألة صعبة، محتاجة لمسألة بتاعة التمويل ومتعلقة بترتيبات ومشكلات من أكبر من الجبهة الثورية، يعني المسألة بتاعة الدعم السريع للجيش وغيرها من الإجراءات. طيب، في الجزء اللي هو متعلق بتكوين القوات، وبدأ فعليا المسألة بتاعة تكوين القوة المشتركة المسؤولة عن بسط الأمن في دارفور والأقاليم السودانية، واللي هي قوة مهمة التدخل السريع، هو مشترك، صدر القرار بتاعه وبدأت الترتيبات الفنية. طبعا في حديث عن أنه هذه القوات يجب أن تلتزم بقيم حقوق الإنسان، بأن لا تتورط في انتهاكات، في بعض الأهالي عندهم تحفظات على مكونات هذه الحركات لاعتبارات تتعلق بخلفيات في انتهاكات حقوق الإنسان، وتابعنا جميعا التقرير بتاع Human Rights Watch اللي هو أكد على ضرورة فحص الأفراد الموجودين في هذه القوات اللي هم وصلوا أكثر من 20,000، كانوا في الاتفاق 12,000 لكن زادوهم، أنه يتم فحصهم بالفرد، أنه كل شخص يجب أن لا يكون قد تورط أنه في انتهاكات بتاعت حقوق الإنسان من قبل. فدي المشكلة الأساسية في أعتقد في تقديري وتحديث الناس الجبهة الثورية، وهم يتحدثوا عن التعقيدات الموجودة في الجبهة متعقدة بالترتيبات الأمنية. نعم، أستاذ محمد، أيضا حجر قال أن أعداء السلام هم أصحاب الامتيازات التاريخية، من يقصد وما هي هذه الامتيازات؟ طيب، أنا ما دار أخص في النوايا، لكن وفقا للتحليلات السابقة أعتقد أن الأمر يتعلق بإشارات فيما يلي ممكن نقول، اللي هو الترتيبات المتعلقة اللي هو الترتيبات الأمنية، أو ممكن برضو الجبهة الثورية أشارت سعت في وقت ماضي لأنها هي تريد الحصول على رئاسة المجلس التشريعي، ولكن قول حرية التغيير كان فيها جدل مع الجبهة الثورية أنه هي صاحبة الأغلبية وأنها قدمت الكثير، فأنه رئاسة المجلس ستقول قول حرية التغيير، فممكن يكون الأمر متعلق بصراعات مصالح أو حسابات وتقديرات بين الجبهة الثورية وأطراف عملية التغيير الأخرى.
نعم.